إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مساء النور كل متتبعي القناة شوف تيفي، مباشرة من مريرت مع أخوكم حميد العقاوي. بعد ارتفاع الوفيات بسبب كورونا بالمملكة المغربية، غادي نحاولوا ندخلوا لمدينة مريرت ونشوفوا واش الناس محترمين التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. كنعرفوا إخواني بأن لجنة عمالية في هذا الأسبوع يوميا كتكون هنا في مريرت كيحاولوا باش يضبطوا المخالفين اللي حول وخاصة استعمال الكمامة. أخي المتتبع الكريم، إذا كل واحد يكسب لنا أش من مدينة راه مكونيكتي معانا ونستمروا علاش لا. يلا كل واحد يكسب لنا أش من مدينة إخواني، والإصابات عندكم واش كاين الحمد لله تحسن أو لا؟ لا لأن تنشوفوا كاين ارتفاع في المملكة المغربية، إلا أن تنشوفوا إخليم خليفة الحمد لله والشكر لله أن هذا الأسبوع تم شفاء مجموعة ديال 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 الناس، فتنتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى. وحذاري ثم حذاري. يلا كل واحد يكسب اش من مدينة. نشوفوا سليم أسرتي. سليم أسرتي تيقول لك أنا من مدينة مكناس أخويا حميد. خويا بوعنان من مدينة الناظور، وبالقاسم ميسن مزيرت محمد ما يدعني تصحت لاباس تهنا كلشي بخير. ماني ذاك ثومز ذا مديس. حري قال لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك الله عليكم خويا عثمان. زلزير طنجة تاونات سيدي بلول ما يتس لاباس كلشي بخير. الناس تاونات، الناس ديال طنجة قلوبنا معاكم. الناس ديال طنجة تنتمنوا الشفاء العاجل وتنتمنوا نشوفوا حتى حنا نشوفوا احصائيات تغادية وتتهبط، ولكن كلشي بالفضل ديالكم والله يهدي ما خلق حتى شي مسؤولين ومنتخبين اللي كما تنقولوا الأغلبية ضربتها بسلتة فوق الحزة. برشلونة ورزازات أما 75 حالة اللي قال خويا عز الدين قال لك اليوم في طنجة، يا ماشي حشومة، 75 حالة في مدينة طنجة. إذن إخواني الحاضر ثم الحاضر. السلام عليكم ربي يحفظ ناصر وما ما يعني تصحت لاباس. تحية الجالية خويا رشيد ولا كيطال كومو بالاكوساين إسبانيا خويا رشيد. خويا من العيون الهرهورة ويوسف العقاوي حيث وصلت ل 1200 عاد دخل هو من مدينة مريرت. الهرهورة من بني انت تازا تاع واش السفلى ولا العليا؟ كاين جوج تازات ياك. تحية لكم اسفي سعاد اختي الله يحفظك. نانا الله يحفظك. دخلوا تمازيغ تنسيو تمازيغ ثميث عنا مصلحة لاباس كلشي بخير. واني نلقى مرير تنعلو يسميد نحتار من الكمامة. بسم الله ها جوج هابطين الحمد لله دايرين الكمامة، واخا واحد فيهم هبطة لا راه غير تياكل الزريعة سير على الله نعتبروها حتى هي صحيحة. لذا كما كنعرفوا اخواني بان مدينة مريرت كتعرف في اليوم لجنة هذا الاسبوع، لجنة اللي كتجي من العمالة تيحاولوا اخواني باش انهم يضبطوا كل المخالفين. فتحية العنصر النسوي وحنا كنشوفوه بالكمامة. عزيل يلا تل الفوق نوصلوا الرمبة الفوق وغادي نحاول نوقف وغادي نشوفوا اليوم الإحصائيات ديال اليوم، وانتوما غادي تقولوا لنا شنو هو الأسباب ديال ارتفاع هاد الإحصائيات ديال هاد الوباء اللي تنشوفوا. بوتسن قال لك لقيت الدواء وغادي نجربوه في بنتي سير على الله. زوزي مندوب ديال اتصالات المغرب الله يرضي عليك، حشومة 36 الفانطين دايرة على البلاد والريزو ناقص. لا حتى هاديك خصك دير عليها الكمامة. تحية لكل المتتبعين الكرام. مونيكا دوا ميتخر مش هزيلة لاباس اختي كلشي بخير اكبي يحفظ ربي. خويا حميد سير الريح في شي قهوة راه بادي الماتش دراجة. انا ري لازتي لشي قهوة لا راه بالنسبة للقهاوي راه غادي نحاول ندور علاش لا. القهاوي راه ربما كاينه شي مذكرة ديال الوالي ديال الجهة اللي كتمنع حسب ما بلغني ولا شفتو في شي موقع انها تتمنع دوك لي ماتش ديال الكرة انهم يتنقلوا.
اذا تحيه كما تنشوفوا اخواني، تحيه لولاد بلادي، يلاه كلنا نديروا يد في يد باش نوصلوا للصفر فرحاله في مدينه مريرت. انا كنشوفوا رجال الامن كما تنشوفهم اخي المتتبع، ها هما وحتى هما دايرين الكمامه، سير الله برافو. زيد يا لالا، اذا مريرت الحمد لله. واسي حميد بغيت نسولك، كمال شوف كمال فين مشى هو. كمال اش قال لي هو؟ اش قال لي كمال؟ ديما هادو جلسات، هادو حلقات اللي تنحاولوا نديرهم بواحد الطريقه عفويه، الغايه منها تنجلسوا واحد الجلسه عائليه وتنحاولوا نوصلوا الرسائل ديالنا بكل عفويه عبر هاد القناه. عرفتي شنو قال لي اخويا؟ قال لك خويا حميد بغيت نسولك. قلت له شنو؟ كتب لي واش كتصلي؟ ها هو غيدير الكمامه دابا، حتى غيدير الكمامه دابا. انت الصلاه انا خلي هذاك المشكل غير عرض الله غازقر الكمامه ياك. اذا اخواني تحيه لكم والف تحيه، وغادي نوقفوا هنايا. جو رائع وانتم اروع. اذا اخواني متتبعي قناه شوف تيفي، السلام يا ربي. اليوم بصفه رسميه للاسف الشديد سجلت 1132 حاله اصابه مؤكده بكورونا. الوفيات اخواني للاسف الشديد في ظرف ديال 24 ساعه 17 حاله وفاه. اعلنت وزاره الصحه اليوم الثلاث عن تسجيل 1132 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 35195 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة أخي المتتبع بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية قد بلغ 1,458,901 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا بالمملكة المغربية إلى 533 حالة. تم التأكد من 861 حالة شفاء إضافية، ليرتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي في المملكة المغربية إلى 25385 حالة. توهب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي كتتخذها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. اشنو الاخبار تينيت حياة؟ اشنو بغيتي تقول؟ قال لك بغيت نسولك، سير الله. اذا اخواني كما كنشوفوا الحمد لله، وتنتمناو هذه اللجان تكون يوميا، لان هي لجان هي ردعيه لبعض المخالفين، وهي ان تنشوفوا بان من بعد ما حتى الخبر انتشر في المدينه بان كاينه لجنه عماليه كتجي من العماله ديما كتضروا اللي لقاوه تيحاول بلا كمامه تيقيدوا له او لا تيديوه، فاحنا كنشوفوا بان 90% ربما دايره الكمامه. وتنتمناو التفعيل ديال هاد اللجان في جل المدن المغربيه. الاشاره ساكنه اقليم خنيفره، فرسميا راه تنعرف بان عدد الحالات المتواجده دابا في المستشفى في خنيفره ربما ما تجاوزش حتى 10 ديال الحالات، لان ولا 15 بحال هكذا. غدا ان شاء الله غادي نمشيو للمستشفى باش اننا نشوفوا العدد ديال الحالات رسميا اللي مازال في المستشفى ديال خنيفره، اللي خنيفره مؤخرا حتى ولات تعتبر كبؤره في المملكه المغربيه، نظرا وخاصه بعد دخول الفيروس الى المغرب العميق. مازال حنا مساكن في الجبل حيت تلقى فيه كورونا وتيقول لك ديك غاستاوده. تبارك الله عليكم. اذا كل واحد شنو قلنا يكتب لنا اش من مدينه. تحياتي خويا الكريم، احبك في الله عبدو. حتى انت يا خويا احترام متبادل سي عبدو. تحياتي لك من الرباط والله المعين. شكرا اختي نجاتك، محفظ ربي والله يحفظك. خويا محمد قال لك 300 درهم هي اللي دارتها. اللهم 16 ريال ولا 6000. واخويا حميد 2019 دازت كلها كواريت، وكنستناو 2020 دوز بخير. ساعة دازت مكحلة منها معاك كما من العلو بالضبط ولاد مراح. تحية للناس ديال ولاد مراح. وما غاشيني خوما قال لك وهو هنا سقا سيزلي ذاذي عايد وضضنيني شوفاي سالاختي ميزار ويا ايمان
اذا انت نتمنوا سكاس كل عام تيدوز تنقولوا ها اللي جاي غادي يكون احسن، ها اللي جاي غادي يكون احسن، ولكن ربما راه تناخذوا اخواني دروس من بعض الاخطاء اللي ترتكبوا. هو ان مثلا الغياب اللي تنشوفوا ديال جل، انا تحيه دائما للشرفاء، جل السياسيين غابوا، وفي هذا الوقت اللي خصنا نشوفوهم دايرين صنادق الدعم ويبعدوا على الدعايه الانتخابيه قبل الاوان، وراه كاين بيني وبينكم من يستغل المعاناه تاع هاد الساكنه وخاصه ساكنه الجبل في هذه الفتره في اقليم خنيفره للدعايات الانتخابيه قبل الاوان، ضاربا عرض الحائط الانسانيه اللي خصها تكون فيه الاولى وتكون فيه شويه الوطنيه والغيره على يعني هذوك البلايص اللي تعتبرها هو كنز انتخابي تيحتاجو 15 ليوم ديال الدعايه الانتخابيه في 5 سنين. ربما وصلت الرساله وغادي نبدلوا الموضوع ونستمروا. تبارك الله عليكم. مرحبا الاخ الكريم، قال لك اخويا حميد عافاك عاود لنا شحال ديال الحالات اللي كاينه في المغرب. هادو برامج اللي تنتمنى من كل مسؤولين انهم يقراو التعاليق ديالكم. ديما تنقولها تحيه دايره بنيتي لك ماما، برافو عليك. اذا اخواني رسميا انا استلبيت الطلب ديال الاخ الكريم رسميا، ف المملكة المغربية اليوم عرفت 1132 حالة مصابة إصابة مؤكدة بكورونا. 1132 الوفيات تسجلوا 17 الواحد اللي مات الله يوليه برحمة الله اليوم بسبب كورونا 17. واعتبروا خوك، اعتبر شي واحد فيهم تيجيك، اعتبروا بأن راه حتى هو بنادم مسكين من حقه يعيش. فتن الله يعطيكم الستر، نحاولوا قالوا نديروا الكمامه، نديروا الكمامه ونديروا التباعد ونحملوهم هما المسؤوليه ياك، غير ما نكونوش حنا شريك في هذا الوباء باش انه ينتشر. اذا يا ربي السلامه. 1132 حاله اصابه مؤكده بكورونا، والوفيات تسجلت الحصيله ثقيله اليوم اللي وصلت 17 الحاله. رسميا وزاره الصحه كتعلن بعد قليل اليوم الثلاث تسجيل 1132 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، باش يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس أخي المتتبع إلى 35195 حالة في المغرب. إذا واحد العدد اللي خصنا أننا نراجعوا عليه صورنا ونقولوا أين الخلل، وتكتبوا نتوما الخلل في لي كومونتير ديالكم، وتكون واحد الغيرة عند داك المسؤول اللي راه متبعنا وحتى هو يقرا داك الكومونتير ديال ولاد الشعب ويستافد منه. وفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم متحلل المخبرية قد بلغ 1,458,901 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. أنت شحال وصلت؟ 1,458,901. إذا واحد العدد اللي عاود لا بد تنقولوا عافاكم، نخليو العصا في الرويضة، كتبوا الخلل منين كتشوف. يلا ها أنت عندك ستيلو كتب أخويا حميد أنا كتبان لي من هذه من هذه، وتنتمنى المسؤولين أنهم يشوفوا ويعرفوا الخلل منين جاء، ونكونوا حنا كمواطنين ادينا العمل ديالنا ديال التباعد والكمامه والاحتياطات، وخليهم هما يقلبوا على الحل. كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق المصدر ذاته فان الحالات المستبعده بعد الحصول على نتائج سلبيه تهم التحاليل المخبريه كما قلت لكم 1,458,901 منذ بدايه الفيروس ديال كورونا بالمملكه المغربيه. المعطيات الرسمية كتفيد بأن الفترة نفسها عرفت 17 حالة وفاة جديدة في ظرف 24 ساعة. إذا 17 إخواني، إذا كل ساعة واحد، كل ساعتين على هذا الحساب. 17 في 24 بوف، ما وصل الساعة وشوية كاع، ما فهمتي كيموت واحد. إذا أخي، أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 17 حالة وفاة جديدة باش يوصل العدد ديال الضحايا تغمدهم الله برحمته الواسعة بالمملكة المغربية إلى 533 حالة. تم التأكد من 861 حالة شفاء إضافية باش كيرتفع العدد الإجمالي للتعافي في المملكة المغربية ل 51385.
وزارة الصحة أخي المتتبع راه كتنصحنا وكتنصح كل غيور على هاد البلاد باش أن المواطن راه ملزم بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. غادي نشوفو خويا مو حسين. خويا محسن قال لك وهضرنا خويا حميد على وباء فقرنا. خويا محسن انت كتب الكومونتير ديالك والرساله اللي بغيتي تقول انطلاقا من دوك المعاناه اللي كتعاني. اما دابا الموضوع خويا محسن راه تنهضروا على موضوع عنده عنوان ديال كورونا وهي تنشوفوا هاد النسبه تصاعديه اللي يوميا تنشوفوا راه غاديه كل نهار تنقولوا يا ربي السلامه شو وقع. فما عليك أخي إلا تكتب الأسباب اللي خلت هاد كورونا ولات شوية إحصائيات مخيفة في المملكة المغربية وناشد وحتى أنت الكمامة والتباعد الله يعطيك الستر لأن القادم أسوأ إلا بقينا تلعبوا بالنار بهذه الطريقة. كما كنشوفوا إخواني بعد ما حلت لجنة عمالية بمدينة مريرت اليوم كنشوف الناس أن الأغلبية الصاحقة غادية ودايرة الكمامة. إذن تحية لكم تبارك الله عليكم. ما تنتمنى حتى تطبيق إلا كانت لأن دارها الوالي ديال جهات بني ملا الخنيفرة حول المباريات ديال كرة القدم بأن تم منعوها بالمقاهي ربما لأن كانت عرفوت بعض المقاهي اكتضاد ديال واحد جوج ديال المقابلات في الأسبوع الفارط. إذن خمسة ديال الدقائق ولا ثلاثة ديال الدقائق بقات في البرنامج وغادي ننتهي أنا وخوتي هذه الجولة الرائعة اللي الحمد لله فيها لقطات تبشر بالخير وبأن كاين ناس واعية كاين الناس اللي وصلتها الرسالة أن باش ندير الكمامة فما علينا إلا نديروا الكمامة وبركة من الفهامة ياك. تبارك الله عليكم إخواني كل واحد اش قلنا يكسب العدد اليوم عنده كي داير أنتم عندكم واش المستشفى الميداني مدينة خنيفرة يوجد في حمريه والدكتور الشريف لا راه دابا السبيطار كاين السبيطار الكبير ولكن اللي مزيان هو ان حتى العدد في اقليم خنيفره ربما كان فات 40 حاله ولا 50 وغدا ان شاء الله تنعهدكم اننا قناه شوف تيفي غتحط الرحال في اقليم في مستشفى الاقليمي الخنيفره وغادي نحاولوا نعطيو الاحصائيات الرسميه ديال الحالات اللي مازال متواجده لحد الساعه والحالات اللي راها تم الشفاء ديالها وحتى المدن او القرى التابعه اللي ساكنين فيها هذوك الناس. فتبارك الله عليكم خوتي وغادي نحاولوا نربطوا مع الشارع وبهذا ساودعكم. دابا شحال من واحد يقول لي يا حميد راه مريرت زوينه سيدي راه تبدلوا حتى بعض الاحياء الهامشيه لان تنشوف واحد السياسه دابا ديال المجموعه ديال المنتخبين وحتى المسؤولين عاطين اهتمام الواجهه لا غير ضيف صافي ولكن راه تنعرفوا بان اخواني كاين معاناه ديال السكينه راه كاين احياء هامشيه اللي تنتمنى من المجلس البلدي والمجلس الاقليمي وواحد مجلس الجهه لازلنا نناشده لان المجتمع المدني هنا باقليم سأل ما هي الأسباب اللي خلات مجلس الجهة دائما تحاول يصنف أو يفعل في المرتبة الأخيرة كل مشاريع ديال إقليم خنيفرة اللي كان تعتبر ما قبل الأخير في التنمية قبل ما نوليو الجهات بني ملا الخنيفرة كانت أزيلة لي الأخرى على الأسف الشديد أن أزيلة دابا احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة وبالتالي إقليم خنيفرة بالنسبة للتنمية صفر حالة ياك أنه هو في في المرتبة الأخيرة. كما قلنا تحية سيدي كينو لهاد الشباب تحية لرجال الأمن اللي تنشوفوه لا زالوا في دوريات مزيانة هاد الدوريات هادي اللي تيديروا راجلين بأن مزيانة حتى تيوقف عليك النيت أجي في الكمامة. إذا تبارك الله عليكم تحية لكم خوتي سيدك أخي واش عائلة برجال من مدينة برجال سلام برجال يا سيدي أستاذ ديالي قراني السيونس مسكين واحد في برجال وما بين رجال التعليم اللي قراونا ومازال تنحترمهم أكثر أكثر من والدينا بكثرة الاحترام حيت تنسلم عليهم تتجيني ديك الهيبة ديال تنبغي نبوس له يده حتى تيخطفها. ف
فتحية لكم تبارك الله عليكم نعمة الله، أتمنى أن أزور مدينة خنيفرة. نعمة الله مرحبا مرحبا مرحبا، راه الحمد لله راه من هاد من غير عبر هاد هاد اللقاءات اللي تنديروا ولينا دابا عائله، خرجنا من العالم الافتراضي للواقع. شحال من واحد تعرفنا غير هكذا، وراه دابا راه الحمد لله تنعتبروا اخ ديالي وتيعتبرني اخ ديالو تبارك الله عليكم. كما قلنا دقيقه وساودعكم، ما بقى لكم الا انكم تقولوا لي يا خوتي الاسباب ديال هاد الوباء اللي تنشوفوه متى ينتشر بواحد الطريقة مخيفة. وتبارك الله عليكم وتحية لكم. ما عرف شكون اللي دار بلاتي نشوف واحد النداء مسكين ديال شي واحد، ولا تنوقف انا بلاتي نوقف. حليب النقا وحليب القير بمدينة الدار البيضاء بيضرب السلطان بيضرب السلطان تعاونية جامي جامي. القضيه راه عنده قاصحه، قال لكم ازيدي اللي بغى الحليب ديال الناقه او لاك المشتقات ديالو راه كاين في درب السلطان في القريعه من حدا المسجد السنه 38 درهم الليتر الواحد من تعاونيه بوجدر الساقيه الحمراء. انا سيدي جام والله يوفقك اخويا، راه تنعرفوا بان بعض القطاعات راه اثرت عليهم هاد كوفيد وهاد الحوضك الحاضر تنعرفوا هادي وتنتفهموا اخويا. وهاد الله يهز هاد البلاء ديال الحقيقه خوتي، الله يهز هاد البلاء ان شاء الله وترجع الدنيا كي كانت. راه حتى كاين مساكن اللي ولادو راه عام هو تيخدم باش يخرجهم مساكن غير جنب الواد او لا جنب لا بلاج او لا حتى هما مساكن شتاق ولا بيسين. ولكن الحمد لله على كل حال كاين معاناه هذه الحقيقه والله كاين معاناه. كاين ناس مساكن اللي راهم ساكنين في احياء الصفيح تحت القصدير الحراره تنشوفوها 46 48 باش يخرج ولادو مسكين غير حدا شي واد غير مساكن يتنفسوا. كنشوفوا هذا الوباء ان ما يمكنش يخرج ولادو، فهذا الشيء اللي خصنا دائما اننا نبدا نحطوا روسنا بلاصه هذاك اللي تيعاني وربما غادي نحسوا بالواقع اللي كيعيشوا. تبارك الله عليكم والله ما سخيت بكم. الى حلقه مقبله، كان معكم اخوكم حميد وي موعد قريبي بالمغرب العميق مباشره من مدينه مريرت. تحيه للناس ديال كازا سنة، تحيه للناس ديال كازا. يلا نوقف سيدي نص دقيقه نشوف لي كومونتير ديال الاخوان المتتبعين الكرام. حتى هاد القنطره اللي وقفنا حداها والله العلي العظيم راه غير وقفنا على غفله فكرتها حتى هادي. تنتمناو من المسؤولين اعاده النظر الله يعطيكم الستر في بعض مجاري المياه، لان فين ما طاحت الشتاء كاع على مستوى اي تحجر في اتجاه مريرت كاع دوك المياه كتهبط مع واحد اللي تنشوفوا اخواني هو الملجأ الوحيد اللي تيفك الساكنه مسكن رواد السوق. فهذيك الحفره اللي كتبان في الزوم اخواني هي الوحيده. ولا قناه شوف تي في سبقت ان درنا حلقه في اثناء التساقطات المطريه وناشدنا المجلس البلدي والله هذيك السي المليح بدا نتجاوبوا الله يعطيك الستر. هادو معاناه ديال ساكنه، راه كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. وراه ذاك النهار الكبير عند الله الجمعه اللي المواطن تيصوت على 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 من شكون اللي يمثلو، راه واحد التقليد شويه قاصح بيني وبينك مع الله. فتحيه لك على المجهودات ديالك، انا ما تنشككش، وغير ان الله يعطيكم الستر. شوفوا هاد القوات اللي هابطين من جهه اي تحجر في جهه مريرت، راه فين ما طاحت الشتاء تيتكرفسوا مساكن رواد السوق والناس المساكن اللي تيستعملوا السوق. وصلت الرساله وتبارك الله عليكم ما سخيتش بكم.